مواطنون من مختلف مكونات كركوك بجهود قوات البيشمركة في الدفاع عن جميع المواطنين دون تمييز بينهم، مثمنين تضحيات قوات البيشمركة في الحفاظ على أمن واستقرار كركوك. المواطنون أكدوا في تصريحات لمراسل فضائية كركوك دعمهم الكامل لقوات البيشمركة التي تضحي بالغالي والنفيس لحماية مواطني كركوك على اختلاف مكوناتهم. لنتابع. تشهد أسواق كركوك خلال هذه الأيام توافد العوائل الكركوكية لشراء الحاجيات والمستلزمات الضرورية وسط حالة من الأمان والسلام والتآخي بين جميع المكونات والقوميات. بها اليوم استلام الراتب تطلع الناس تأخذ ملابس، اللي يأخذ العائلته، اللي شكلية، اللي يأخذ كلية شيء، يعني هاي الفترة تازة تازة يأكلون. عالم هلقت يحب كركوك، اهل الكركوك. اي اول تازه تازه، يعني على اسبوع مرتين ياكل لحم، يوم ما حد ياكل ياكلون. اخر شيء لحد شو كنت فتح؟ بعد المغرب، ورا المغرب هم احنا هنا. يعني على مود الاسعار رخيصه شوي. أشاد مواطنون في مدينة كركوك بحالة الأمن والأمان بفضل الدور الكبير لقوات البيشمركة والأسايش التي تسهر على حماية أرواح وممتلكات المواطنين دون تمييز. كركوك زين من ناحية أمنية، وبجهود الجماعة بيشمركة والآسايش والحمد لله هسه يعني الناس كلها يتسوق والأمان الحمد لله. الله يبراسي توري شي زور زواتان هل بجار با بو ام باس كنا شاني باس كويس ما باس كين لسري بيجمرغا تشغل حوال الكركوكية هذه الايام بالتسوق والشراء احتياجاتها في وقت الذي يقف الرجال قوات بيشمركة على حدود في مواجهة ارهاب وحماية ابناء كركوك بكافة قومياتهم. برا بيشمركة كان كين لبركاني جنگدان نشكر اخواننا قوات البيشمركة لما يقومون به من اجلنا في الاسواق وحركة الناس واسعة، والكل يتوجه للاسواق حتى ساعات متأخرة من الليل. الدور الكبير لقوات البيشمركة في تكريس الامان ومواجهة الارهاب اصبح محط اشادة جميع الاوساط المحلية والدولية. فارس الماجد، فضائية كركوك. اعلنت وزيرة الدفاع الالمانية